الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في اللقاء الثاني لبطولة AMY الرابع على ملعب الإمبراطور. صافرة حكم المباراة السيد حسين مناور أبو محمد، الأولى طبعا نمور السامر ميلانو، نجوم الغربية وصقور الخمرة. كرة خطيرة جدا ليحيى العبسي، محمدية تقدم بكرة لكن برافو الدفاع بعد الى خارج ارضية الملعب. تم عنده كرة، هاشم يتقدم بكرة عالية وسط الملعب، من في الانتظار عبد الرحمن، عريان استقبلها، عرياني هفوة كبيرة وكرة يا ولد يا نادر يحيى، هذه هفوة يا عبد الرحمن العرياني، ماذا فعل بصلة؟ اللقطة الاخيرة من عبد الرحمن العرياني كاد ان يدفع الثمن غالي، ضاعت اللقطة الاخيرة على مطير المهداوي، الكرة لو عفيف بن عفيف، صافرة وكرة، يلا يحيى يلا يحيى يلا عبسي، يحيى بكرة، مرت يحيى، مرت يا عبسي بجوار القائم الأيمن لمرمى خالد، روعة لعبد الرحمن العرياني، عرياني بتمريرة مع يحيى، عبسي يتقدم من جهة اليمنى، يحيى مر، يحيى بتمريرة مع عفيف بن عفيف، وين سعد؟ كيدل، سعد بتمريرة أرضية جميلة مع وليد محمد الصاروخ، يحيى العبسي بالكعب، جميلة، حلوة حلوة حلوة، ذكية ذكية ذكية. كلام كبير هذا يحيى، كلام كبير هذا عبسي، حلوة يحيى. كما أشار الحكم المساعد الثاني أحمد جميل، هذه كرة وليد الصاروخ بكرة، يا وليد يا خطير يا وليد يا خطير، أراد على طريقة خميس، وينها رودريغيز وينها، وين جميلة لكن الله على الدفاع. عادت بعد ذلك لمحمد زبيدي، زبيدي مار لا يمر، يحيى خطفها، يحيى عبسي، يحيى بكرة، الدفاع بروعة، الله على أسامة لكن الله على عبد الرحمن، عرياني بروعة يتدخل، محمدية عادة لمعاذ، أوباما، سعد كيدل، عفيف بن عفيف بتمرير أرضية جميلة لكن الله على أسامة، سليمان بروعة يتدخل، معاذ أوباما مر، عادة لمحمدية، محمدية بكرة أرضية جميلة وكرة خطيرة، يحيى يا لعيب، يحيى العبسي يا كبير، ضربهم كواهم، يحيى العبسي أحرق مرماهم، يا لها من كرة، يا له من تعاون، يا له من عبسي لعيب، يا له من يحيى حريف، يا لها من عرضية خرافية يا محمدية، بشير بروعة، بعد ذلك ظهر الكبير، بعد ذلك ظهر الخطير، بعد ذلك ظهر يحيى عبسي بروعة بروعة بروعة. الكل بانتظار طبعا قرار حكم المباراة السيد حسين مناور أبو محمد، طبعا اللي تابع اللقطة في غرفة الفار في الشاشة في الفيديو، وقرر العودة لأرضية الملعب من أجل احتساب القرار. هذا هو القرار يا أبو محمد، هدف تعاوني أول، أبو محمد أمامنا، حسين مناور أبو محمد نعم يؤكد على تسجيل الهدف الأول في الشوط الأول، لاتا اللي سجل ركلة جميلة في تلك المباراة، كرة ثابتة من جديد، كل بانتظار كتيبة الليث اللي يريدون هدف التعادل بكرة عرضية. عبد الرحمن عرياني، بالسلام عبد الرحمن عرياني، يشكو من إصابة، يسقط على أرضية الملعب، تسديدة، الله يا مطر مداوي يا كبير، الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بوم، الله يا مطر مداوي لديكم، لا خوف عليكم، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ بوم 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 بوم، طير المداوي، يا لها من ضربة،
يا لها من كرة، يا لها من تسديدة، يا لها من قدم يمنى، يا لها من طائرة سقطت في مرمى، في مرمى محمد جبريل. امطر المهداوي اسمر جميل، يا لها من ضربة، يا له من هدف تعادل جميل، يا لها من كرة. وين الثاني؟ وين وين الدفاع بروعة كبيرة، صافرة حسين مناور، ابو محمد يعلن عن شوط اول مجنون. يا له من جنون، يا لها من اجواء، يا له من شوط اول خيالي. واحد بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة من جديد لشوط المباراة الثاني. صافرة السيد حسين مناور، ابو محمد يعلن عن بداية شوط المباراة الثاني. طاقم التحكيم في هذه الليلة: حسين مناور حكم الساحة، احمد فرج حكم مساعد اول، بالاضافه الى احمد جميل حكم مساعد ثاني في هذه المباراه. هذا هو طاقم التحكيم اللي يدير مباراه اليوم خارج الملعب ايضا. الكلام كله عن بكر مدي، والان يتعادل 1-1 في اللقاء الثاني. كره عادت من جديد الى محمد الزبيدي، زبيدي مار، زبيدي مارضيه جميله، يا يا لها من كرة يا هاشم الحرتومي، يا لها من عرضية خرافية خرافية من محمد الزبيدي. حسين مساعد بكرة، يا إلهي يا لها من عرضية يا جماعة الزبيدي، يا جماعة محمد هذا خرافي. استقبل كبير ينتظر هذا اللاعب، ما شاء الله، هذا عفيف من عفيف، عفيف بكرة عرضية جميلة على القائم الثاني. كرة راسية حلوة، لكن خالد العيافي خطأ لمصلحة دفاعات فريق كتيبة الليث في اللقطة الأخيرة. بتمريرة لصفوان، صفوان بتمريرة خاطئة، يستعيد الزبيدي عبد العزيز، هذه كرة لأحمد فايز، فايز عنده كرة، أحمد يتقدم، فايز وسعد، أحمد بتمريرة ذكية وكرة خطيرة، ومحمد جبريل، وخطأ على محمد، خطأ على جبريل، وتبديل، تبديل يا حسين مناور، خطأ لمصلحة المهاجم إسماعيل لادل. في الصافرة وخطأ، حكم المباراة سيعود إلى ماذا؟ للفار. حكم المباراة يقرر العودة إلى الفار مرة أخرى، المرة الثانية. الشوط الأول عاد إلى الفار وأكد الهدف الأول لفريق التعاون ليحيى العبسي. الآن حسين مناور أبو محمد سيعود إلى تقنية الفار، الفيديو الفي اي ار، الفيديو من أجل متابعة اللقطة للمرة الثانية. حسين مناور أبو محمد يقرر احتساب ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء لكتيبة الليث في اللقطة الأخيرة. تدخل كان داخل منطقة الجزاء، الكبعة الآن يتقدم اللاعب أمامنا طبعا كتيبة الليث اللي الآن يتقدم من أجل هدف ثاني، وكرة يا ولد 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 يا ولد، كتيبة الليث تكتب الهدف الثاني، ضربهم كواهم كتيبة الليث، أحرقوا مرماهم بهدف ثاني. 2-1 يقلبون الطاولة من ركلة جزاء، يسجلون الثاني، يعطون اسم البديل يا شباب. اللاعب اللي شارك بالقميص رقم 4 وسجل الهدف الثاني بروعة كبيرة في الدقيقة 35، يسجل صاحب القميص رقم 4 التعاون وأيضا كتيبة الليث. هذا وقت كبير وكفيل، إن أراد التعاون أن يعود وإن أراد كتيبة الليث أن يسجل الثالث. وكرة فيها ركلة جزاء لعفيف بن عفيف، ركلة جزاء تعاونية، ركلة جزاء للسكري. الجزاء الآن الدور عندك يا محمدية، محمدية اللي يعتبر واحد من أفضل المنفذين في مدينة جدة على مستوى ركلات الجزاء وركلات الترجيح. محمدية، محمدية، محمدية بكرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا عيافي، خالد الكبير، خالد الكبير، خالد يتصدى لركلة جزاء، من نادر بعد ذلك، من نادر بعد ذلك عفيف بن عفيف أو حسين مساعد. هدف التعادل يضيع بشكل غريب، ضاعت بشكل غريب من محمدية محمد بشير، التعاون أدر هذا. كرة على بعد ذلك
ذلك إلى ما شاء الله على أسامة سليمان. مباراة كبيرة، كرة عادت إلى سعد كيدل، سعد عنده كرة، سعد عنده كرة، كيدل مر، سعد بتمريرة مع عفيف بن عفيف وكرة، يا إلهي يا صفوان، يا إلهي يا تعاون، يا إلهي يا سكري، يا إلهي يا أزرق، يا إلهي يا أحمر، بدون أي تهاون. كرة عادت من جديد إلى المدافع عبد الرحمن العرياني، عرياني عرياني، عبد الرحمن يتقدم من جديد، عرياني صافرة حسين مناور توني كل شيء، أبو محمد كتيبة الليف، ينتصرون يتقدمون.